بعدين اقول لك بعدين اقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بس توضيح بسيط، هو قال كلمة، أنا ما عندي كلمة، أنا جاي أمدح السيدة زينب في هذه الليلة، وندخل السرور والفرحة والبهجة على قلوبكم وقلوب صاحب وقلب صاحب العصر والزمان إن شاء الله. بارك الله فيكم أنتم كذلك، وجودكم هذا بعد شرف على رأسنا من فوق، لأن أنا أول مرة أشارك في قرية ويدرات يعني، وهذا أسعدني بغض النظر كون الظروف شوي صعبة، الزكام وده، ولكن قلت ما راح أعتذر لأن عندنا أحبة فيها، وإن شاء الله الله يفرج عنهم، يفرج عن الجميع إن شاء الله. بس أهم شيء تفاعلكم ترى. يا حبذا يا حبذا دوحة في الخلد لابتة ما في الجنان لها شبه من شجر المصطفى. المصطفى أصلها والفرع فا. وين ما نسمع، وين نسمع الونة؟ ها يلا نعيدها عشان نسمع صوتكم الحين، ترى أنتم هذه أبيات حافظينها مي جديدة. يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما في الجنان لها شبه من الشجر. المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والهاشميين سبطاه له لها ثمر والشيعة الورق الملتف بالثمر. إني بحبهم أرجو النجاة أرجو النجاة غدا والفوز مع زمرة من أحسن الزمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. نزل جبريل ويبارك حق أمير المؤمنين، نزل جبريل ويبارك حق أمير المؤمنين، والنبي راح العلي بموكب جميع المرسلين. وياهم احنا رايحين، ها؟ نزل جبريل ويبارك حق أمير المؤمنين، والنبي راح العلي بموكب جميع المرسلين. قال حيدر ويش اسميها يا ابو القاسم دقول، قال اسمها زينب اللي سماها رب العالمين. زينب تعني شجرة طيبة ومنظرها جميل، هادي منك يا علي منك يا علي، وانت جدور الطيبين، نظرة من فاطم وحيدر للشمس. لا 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 والله زينب هي الشمس. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جلالة جلالة إذا قالوا الصبر ويل الجلالة، زينب خصها رب الجلالة، ومعنى العفة من زينب جلالة، وتجلت كلها يوم الغاضرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقبلها الهسم
أقبل هالاسم وحني له الهام الهام أقبل هالاسم وحني له الهام وقلبي للعقيل عاشقو هام والله عاشقو هام يعيش بالحقيقة ما هو هام شفيعة يا خلق بنت الزكية صل على محمد وآل محمد يقول علمها علمها يظل النور يزهر من علمها يظل النور يزهر من علمها نسخة طاهرة والله علمها تعجز من معاجزها علمها ونور من النبي هادي وصية جت في بالي شغلة الله يسلمكم أحد المشاركات كنت تعودت أشارك في أحد المناطق مرة مرتين فالتقيت بحجي من هذه المنطقة أقول له منطقتكم ترى إذا جبنا بعض المديح ما يقولون أعيد شكلهم ما يتفاعلون يعني فقال بشر أنت متى عدنا قلت له المولد الجاي قال بس من تقول كلمتين أقول أعيد فرحنا ذيك الليلة المناسبة فصار شيء غريب يعني أهل المنطقة من كل ما جيب شيء قال واحد عاد اطالع الحجي طالع فيه يضحك يعني نظرته غريبه شوي امشي شوي يقول اعد خلص الاحتفال قلت له ما سمعتك قلت اعد ولدي مو عاد الماتم كله وتقول لي باجي دوري يقول انا فكرت بروحي طلعت مكلم الديره كلها يقول ايش اقول لك الله يسلمك يلا سمعونا صوتكم شعشعة أنوار بتعالي الكرار شعشعة أنوار بتعالي الكرار إيه والأرض فرحانة مولد الريحانة والأرض فرحانة مولد الريحانة شعشعة شعشعة أنوار بتعالي الكرار شعشعة والأرض فرحانة مولد الريحانة والأرض فرحانة مولد الريحانة شعشعة أنوار بتعالي الكرار شعشعة أنوار مبتسم تقر النبي ويا الوصي القمر عدهم تشع أنوارا والبتولة سبحت وهللت وبيت الله تزينت أسوارا وبيت الله تزينت يا زينب الطهرة يناظرها علي والملايك كبرت في داره والجنان تفتحت كلها بسلام أمر الله اليوم تخمد ناره أمر الله اليوم تخمد ناره والأرض فرحانة بمولد الريحانة والأرض ما مثلها ما مثلها بهالأرض غير أمها فاطمة تحوي الكمال والحسن كله عليها من طبع هادي زينب يعني يسكت الجمال هادي زينب يعني يسكت الجمال تخجل الأوصاف في حقها أكيد الله الله زينب ومعنى الدلال لين طلعت زينب بوسط الفضاء أبد ما تطلع شمس هذا محال أبد ما تطلع شمس ها والأرض فرحانة بمولد الريحانة والأرض فرحانة بمولد الريحانة
شعشعة أنوار بدع للكراس منير بدع والأرض والأرض اي والله اي الله أعطاها منازل عالية صار زينب هالاسم بكل مكان كاتب بما يدهب الله الحروف مثل نجمات السماء بوجه الزمان مثل نجمات السماء بوجه الزمان عمر زينب شايب وما شاب أبد عمر زينب شاب ما شيب أبد عمر زينب عاش كل عمره عن ثوان ثابت مثل الجبال الراسخات زينب الله سوى لها هالكيان زينب الله سوى إيه عمر زينب شاب ما شيب أبد عمر زينب عاش كله عنفوان ثابتة مثل الجبال ثابتة مثل الجبال الراسخات زينب الله سوى لها هالكيان زينب الله والأرض فرحانة مولد الريحانة والأرض لا تحاتي لا تحاتي بالدعاء يلي عندك حاجة ارفع لليدين لا تحاتي لا تحاتي بالدعاء يلي عندك حاجة ارفع لليدين وجه الحاجة إلى رب السماء وانتخب زينب عزيزة الحسين وانتخب زينب والذي صاحب اسمها ما يخيب يخضي الحاجة إله العالمين فرح قلوب الندابة بالرجاء بلسم القلب الوديعة وكل عين بلسم القلب الوديعة والأرض فرحانة مولد الريحانة والأرض فرحانة شعشعة أنوار بدع للكرار شعشعة أنوار بدع للكرار أخوتي ها هلا بنورك يا بنت حيدر واخت عباس هلا بنورك يا بنت حيدر واخت عباس تظل قبتش تسع غصب على الارجاس لان بمر الاله القبه ما تنجاس ها اخوتها ارواح القبتش نفديها ارواح القبتش ارواح القبتش ارواح القبتش يا نبع العفاف وكل الكرامه يا نبع العفاف وكل الكرامة يا سر الوصي وسر الإمامة اللي يحبكم بالحشر يضمن سلامة ها أخوتها سجلينا خدام العترة سجلينا خدام سجلينا خدام سجلينا خدام زينب والنبي الهادي على كفينا يحملها زينب النبي الهادي على كفينا يحملها وميكائيل يخدمها وجبرائيل يدللها اي والله ميكائيل يخدمها وجبرائيل يدللها زينب بنت علي الكرار ما حد يقدر يذلها أبد محفوظة بعيون الزهرة محفوظة بعيون محفوظة بعيون محفوظة بعيون مدام ذكرنا زينب نذكر العباس هوستين وقتن بيكم زينب لازم تذكر العباس وياها يقول سمع عباس جبريل بافاق السما ينادي يقول سمع عباس جبريل بافاق السما ينادي
على الهزات مهدي حسين من هو يوصل امجادي. قام وجاوب العباس تراني بيوم ميلادي، حسين هز كاروك وهو العد المهادي. قام وجاوب منو العباس تراني بيوم ميلادي، حسين هز كاروك وهو عد المهادي. ها اخوتي ها وبشيلة زينب غطاني، وبشيلة زينب وبشيلة زينب وبشيلة زينب وبشيلة زينب. يقول سمع عباد جبريل بافاق السماء شو يسوي؟ ينادي نادي انا الهزات مهدي حسين من هو يوصل امجادي. قام وجاوب العباس تراني بيوم ميلادي، حسين هز كاروك وهو العدل مهادي. وبشيلة زينب وبشيلة زينب وبشيلة زينب. يقول أول من ولد عباس زينب جات براسه، أول من ولد عباس زينب كانت براسه، يتبحى بنظره عينه ويظهر بالعزم باسه. أول من ولد عباس زينب كانت براسه، يتبحى بنظرة عينه ويظهر بالزعل باسه. يسكت لو اجت يمه يبار الحرة هاه بإحساسه، من أول يوم يباريها من أول يوم من أول يوم من أول يوم. يقول مجلسنا مجلس وفا ويعطر الأنفاس. اي والله شوفتكم هذه تعطر الأنفاس. يقول مجلسنا 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 مجلس وفا ويعطر الأنفاس، ومن أذكر أنا الوفا أتذكر النبراس. يعني ختام المسك وخاتمتها بال اي بالعباس. ها اخوتي ها تحلال عباس الهوسه، تحلال عباس تحلال عباس تحلال عباس. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام. صل على زينب الكبرى الصديقة الصغرى الزكية الحوراء عقيلة الطالبين. نشأت زينب بنت أمير المؤمنين في بيت العلم وبهبط الواح، وعاشت في أحضان أبيها وأمها وجدها النبي محمد الإمام الحسين كان إذا زارته زينب يقوم إجلالا لها، وكان يجلسها في مكانه، ويكفي في جلالة قدرها ما ورد في بعض الأخبار منها. دخلت على سبط النبي محمد على الحسين عليه السلام، وكان يقرأ القرآن، فوضع القرآن على الأرض إجلالا لها. وخاطبها الإمام زين العابدين بقولي وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة، مفهمة غير مفهمة. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام. محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على البشير النذير والسراج.
منير المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وشفيع يوم الدين. يروى أنه في ولادتها جاءت بها الزهراء عليها السلام إلى أبيها أمير المؤمنين وقالت سمي هذه المولودة، فقال أمير المؤمنين ما كنت أسبق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي في سفر ولما جاء سأله علي عن اسمها فقال ما كنت أسبق ربي، فهبط الأمين جبرائيل وقال له سم هذه المولودة زينب. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام أما عن ولادتها فقد حملتها أمها فاطمة الزهراء عليها السلام في بطنها 9 أشهر وكانت لا تجد وجعاً ولا ألماً، وفي يوم 5 من شهر جماد الأول شعت الأنوار من دار أمير المؤمنين وإذا بفاطمة قد وضعت أفضل الصلاة صلوات ربي عليه علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه فاطمة الزهراء صلوات ربي عليه الحسن والحسين صلوات ربي عليه زين العابدين صلوات ربي عليه أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه.